في ظل حملة الفساد الأخيرة واللي استهدفت 87 اسم، عدد كبير منهم مسؤولين بوزارة التربية، ما يشير إلى أن العصا لا تطول الجميع. وبمناسبة تذكر حكومة النظام للفساد القائم والمستشري على مر السنين الماضية عبر بعض الإجراءات التجميلية، فرضت الأزمة الاقتصادية الخانقة وشملت قلة من مسؤولي الصف الثالث، لابد من الإشارة لما علم من ثروة عائلة الأسد والمقربين منهم، حتى ولو أن التقديرات حول حجم الحقيقي مختلفة للآن. بال1994 كانت تبلغ ثروة باسل الأسد بالبنوك النمساوية بعد وفاته 13 مليار دولار، بوقت كان يبلغ دخل المواطن السوري بأحسن الأحوال 5000 ليرة. وبين 2011 و2012 جمدت بريطانيا ما قيمته 100 مليون جنيه استرليني من أرصدة النظام في البنوك. بتقرير لمجلة فوربس الأمريكية عن أغنى الحكام العرب، احتل بشار الأسد المرتبة 7 بالقائمة بثروة بلغت 1.5 مليار. تقرير موقع انفستوبيديا أكد أن ثروة بشار ومهر الأسد إضافة لثروات أقارب العائلة مخلوف وشاليش تقدر ب 122 مليار دولار. تجميد الأوروبيين والأمريكيين لأرصدة المتنفذين بدولة الأسد لا يحصر حجم ثروات العائلة الحاكمة في سوريا، فبحسب شركة ألاكو لمخابرات الأعمال بلندن بتم الاحتفاظ بالعديد من أصول الأسد في روسيا وهونغ كونغ ومجموعة من الملاذات الضريبية بالخارج لتجنب خطر الاستيلاء عليها. ما يعني بالمجمل أنه التقديرات حول الحجم الحقيقي لأموال عائلة الأسد وأقاربها غير معروفة، لكن ما بتقل حالياً عن 120 مليار دولار في وقت بيعاني فيه المواطن الأمرين مع وصول مستوى المعيشة في سوريا لمستويات متدنية وغير مسبوقة.